بسألكم اليوم سؤال وايد مهم، يقول ما هو القاتل الصامت؟ هل هو السكري أم هل هو الكوليسترول أم هل هو ارتفاع ضغط الدم أم هل هو الزواج؟ طبعا الإجابة هي طبيا القاتل الصامت هو ارتفاع ضغط الدم أو هايبرتنشن. ليش قاتل؟ لأن ارتفاع ضغط الدم هو المسبب الأول لأمراض القلب حول العالم. ترى أمراض القلب أكثر شيء يقتل البشر، ترى مو سرطان رقم واحد يقتل البشر والحوادث المرورية، وإنما أمراض القلب. منزل ليش صامت؟ لأن الضغط في أغلب الحالات ما له أي أعراض، يعني ضغطك مرتفع وأنت ما تدري عنه، قاعد يخرب شرايينك وقلبك والأوعية الدموية وأوعية المخ والعين والكلى. الله يكافينا الشر. لا تقول أنا مو مصدع، أنا مصدع أو أنا مو مصدع ما أحس بشيء، ضغطي طبيعي. لا، 90% وأكثر من ارتفاع ضغط الدم ما له أعراض إطلاقا. لذلك نصيحة اليوم حقك وحق صحتك حق صحتكم، كل سنة على الأقل قيسوا ضغطكم، قيس الضغط بالظروف الصحيحة، يعني بيوم أنت مو مصدع، مو تعبان، نايم زين، مرتاح، وقبل لا تأخذ الضغط بتقريبا ساعة، ساعة ونص، لا تشرب قهوة ولا تشرب سيجارة، ولما تأخذ الضغط اقعد على الكرسي، ارتاح دقيقتين، بعدين اخذ ضغط دمك، وعيده كل سنة. ما لم يقولك الدكتور لا قيسه في فترات أقرب، أغلب الناس يحتاجون يقيسونه بالسنة مرة.